مجانا نخليكم متابعين للفيديو. سأترككم 3 ثواني لعمل اللايك والاشتراك في القناة. أول شيء يا جماعة عليكم أن تدخلوا لهذا الماب، ورابط الماب أوضع لكم في أول كومنت مثبت، بعدها تكبس على بلاي ويفتح معك الماب. أول ما يفتح معك الماب أنت في المنزل تبعك، كل ما عليك يا صديقي تكبس هنا وبعدين تروح على هذه الخارطة وبعدين تضغط على سري أو مدينة وينقلك مباشرة إلى المدينة. بعدين يا صديقي كل ما عليك تجي لهذا المكان، والمهمة بتقول لك نفذ 10 احتياجات إلى حيوان الأليف. أول ما تفتح اللعبة ما بتلاقي حيوان معك، فأنت يا صديقي تجي لهذا المكان، وبعدين يا صديقي تجي لهذا المكان بتشتري بيضة. طبعا عدد البيض جايز بيكون في سعر الجواهر اللي معك. هلا مع أنا 445 جوهرة، وهيك يا صديقي أنا اشتريت هذه البيضة. شو بتعمل يا صديقي؟ كل ما عليك تحاول إنك تزت البيضة في الأرض، تكبس على الشاشة وهيك يا صديقي انزتت معك البيضة. تنتظر شوي يظهر لك من البيضة حيوان أليف. أنا يا حلوين سبق وحصلت على حيوان. كل ما عليكم تكبسوا على هذه الشنطة تبعكم، وبعدين يا أصدقاء بتروح على هذه علامة الكف وهذه الحيوانات اللي أنا مشتريتها. فكل ما عليك يا صديقي تكبس على الحيوان اللي أنت اشتريته، وبعدين يا صديقي بيصير معك رفيق هيك. وهون يا أصدقاء بيطلب منك الحيوان مهمات تنفذها له. في بداية الأمر يا أصدقاء ما كنت بعرف من وين أحصل على الحيوان الأليف أو من وين أشتري البيض، وهذه المتابعة جزاها الله ألف خير علمتني عن مكان البيض. قالت اشتري بيض من هذا المكان، وبعدين يا صديقة أنا أكملت المهمات، والآن أشرح لك كيف أكملت المهمات. بعد ما بتشتري الحيوان الأليف يا صديقي تخرج من هنا، تنتظر يا صديقي مثل ما عم بتشوف فوق الحيوان أعطاك مهمات. أول مهمة معك مثل ما بتشوف يعني مبينة من الصورة بيقول لك خذني إلى مكان النوم أنا نحسان، والمهمة الثانية بيقول لك أعطيني ماء أشرب، والمهمة الثالثة يقول لك أخذني إلى الميوزك. الآن يا صديقي كمان تروح على الموقع وتروح على المنزل تبعك اللي هو أول واحد، وبعدين يا صديقي تجي جنب السرير وتكبس على الكف، وهيك يا صديقي تكبس على الحيوان وهيك هو عم بينام مثل ما عم بتشوفوا في خط يعني يمشي على دائرة المهمة. هيك يا صديقي إذا وصلت للنهاية خلاص إنك أنجزت أول مهمة وانحسبت معك أول حاجة من احتياجات الحيوان. إذا كملت 10 يا صديقي إنك تحصل على التاج مجانا. الآن يا أصدقاء بنشوف المهمة اللي بعتها. مهمة هذا الكاس بيقول لك بدي ماء. كل ما عليك تكبس على الحيوان، وبعدها تكبس على إطعام الحيوان، وبعدها يا صديقي تكبس على الشنطة تبعك، وهذا هو كوب الماء. أكبس على الكوب وبعدين أكبس على الحيوان مرة تانية، وبهيك يا صديقي إنك أعطيته الماء. كمان يا أصدقاء تنتظروا هذه الدائرة اللي حول الماء تنتهي عشان تكمل معاكم المهمة. هلا يا حلوين بخبركم من وين تشتري الماء والأكل، والآن مطلوب مني المهمة التانية إطعام الحيوان. كمان يا صديقي تكبس على الحيوان وتكبس على الإطعام، بعدين تكبس على الشنطة تبعك وتختار الطعام. أنا صراحة اشتريت له طعام من قبل. بعد ما تختار الطعام هيك يا صديقي تكبس كمان على الحيوان، وبهيك يا صديقي إنك أعطيته الطعام. مثل ما عم بتشوف يا صديقي إن المهمة بلشت تنتهي معك. عم بتشوف هذه الدائرة حول الشوكة والسكين بلشت تنتهي معك يا صديقي، وهيك إنك انفذت المهمة. المهم يا حلوين هذه المهمة الثالثة بيقول لك أخذني إلى الحديقة، محتاج يشم هواء. اوكي جايز هلا انا باخذه على مكان الحديقة. نوعا ما شوي المهمات البقية يعني لازم تبحث عن المكان اللي هو بدي اياه، اوكي؟ لكن الاكل والشرب والتحمم والنوم بيكون سهل جايز. المهم يا حلوين انا هلا اختاره الى الحديقة اللي هي هذه، طبعا فيها نفس الرسمة اللي مطلوبة منك فوق مثل ما عم بتشوفوا جايز. هذه هي الحديقة، تكبس عليها وبعدها انك انتقلت لهذا المكان. الان جايز تبحث عن مكان الحديقة. مكان الحديقة هذا ملعب. اوكي جايز هذا هو مكان الحديقة. مثل ما عم تشوف يا صديقي انه بلشت المهمة انه تنقضى معنا. ابقوا في هذا المكان حد ما تنتهي معكم هذا الخط اللي يمشي حول الدائرة. عم بتشوفوا يا اصدقاء هذا الخط اللي يمشي حول الدائرة التصوير معه واضح. بعد ما ينتهي الخط يا صديقي انك انجزت المهمة، وبهذه الخطوات يا اصدقاء انكم تكملوا المهام. بعد ما تكملوا 10 مهمات بيطلبها منكم الحيوان الأليف، إنكم يا أصدقاء بتروحوا على تاج وتكبسوا عليه للمطالبة. والآن يا أصدقاء بخبركم من وين تشتري الأكل. أول شيء بتجوا لهذا المكان، بعدين يا أصدقاء بتجوا لهذا المكان، تكبسوا هون، تختاروا تاني وحدة، وهذه هي الأطعمة اللي تشتروها. طبعا يا حلوين لازم يكون معكم جواهر أو ماسات مثل هذه اللي فيها إشارة. هلا جايز أنا أشتري 2، سعر الوحدة 5 يعني كتير رخيص. بعدها أكبس على يس. هيك يا أصدقاء أنا شريتهم ويقصوا من الجواهر اللي عندك. طبعا يا حلوين هذه الجواهر اللي عندك
هي يا أصدقاء إنكم تشتروا فيها البيضة وكمان تشتروا فيها أطعمة إلى الحيوان تبعكم. والآن يا أصدقاء ظهرت لنا مهمة جديدة، بيقول لك لنلعب في الكرة. كل ما عليك تكبس على الكف في الحيوان الأليف تبعك، اكبس على الكفل في الحيوان، بعدين يا صديقي اضغط على ابلي، مباشرة ظهرت لك كرة. كل ما عليك تكبس على الكلب، وهيك يا صديقي انك زتيت الكرة للكلب. طبعا يا صديقي وكمان تنتظر الدائرة لتكمل، وهيك انك انجزت المهمة. وابقى يا صديقي مستمر في المهمات الى ان تنجز 10 مهمات. الان طلب مني ان نذهب الى السينما او الميوزك، طبعا هذه اشارة الميوزك، وبهذا المكان تقدر يا صديقي انك تنتقل على الاماكن عن طريق الخارطة او عن طريق الموقع يا صديقي. مجرد ما بيكمل هذا الخط معك، مثل ما عم بتشوف الخط ما عم يمشي معك، مجرد ما بيكمل الخط انك انجزت مهمة. طبعا يا اصدقاء عدد المخزون 25,000 نسخة، في حين تصوير هذا الفيديو متبقي 12,500 نسخة. الان يا اصدقاء طلب مني انه نلعب في الكرة، وكمان طلب مني انه يستحم، مثل ما عم بتشوفه بيقول لي انه متسخ وبدي اتحمم. فكل ما عليكم تذهبوا للمنزل تبعكم، وهذا هو مكان الاستحمام، هون جايز حمامه. وهلا جايز بعد ما بيخلص الاستحمام نلعب معه في الكرة، كمان نكبس على الكف تبع الكلب، وكمان نكبس على نلعب، وبعدين يا صديقي بزت له الكرة. احسب يا صديقي انك تنجز 10 مهمات، احسبهم مهمة مهمة. بعرف الفيديو اصبح مطول لكم، لكن حاولت ان اشرح لكم كل المهمات عشان الكل يحصل عليه. والان يا اصدقاء مطلوب مني مهمة اني اطعم الحيوان، مثل ما قلت لكم انه تكبسوا على طعام الحيوان وبعدين تكبسوا على الشنطة تبعكم تعطوه الطعام. بعد ما كملت 10 مهمات يا صديقي، تجي على تاج الورود اللي هو هذا المكان يا صديقي. كل ما عليك يا صديقي تكبس على الكف اللي في التاج، وبهيك يا صديقي تحصل عليه مجانا. اتمنى يا حلوين انكم استفادتوا من الشرح. الان انا اخذت التاج مجانا. هلا يا اصدقاء بخرج معكم من الماب واشوفكم التاج اصبح معي في المخزون او لا. رابط التاج ورابط الماب بتلاقوهم في اول كومنت مثبت. اذا شفت هذا الفيديو روحوا على رابط التاج عشان بتشوفوا كم متبقي من النسخ. جايز حين نزول هذا الفيديو متبقي 12,500 نسخة، وهذا هو التاج المجاني يا الحبايب اللي حصلت عليه. وبس والله يا اصدقائي، لهون نكون وصلت لنهاية الفيديو. كانت معكم نوبة، ادبتوا في امان الله، ومع السلامة.